اطار التنشيط الصيفي لسنه 2023 وبدعم من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ينظم فرع الثوره العضوي لعصبه الجهوي مراكش الاسفي الايام التنشيطيه الرياضيه بالشواطئ، واللي من خلالها اليوم تنتواجدوا بشاطئ بحيبح اللي صراحه هذا الشاطئ هذا اليوم عرف واحد النشاط الرياضي لابناء ديال المنطقه اللي تقريبا تجاوز العدد ديالهم واحد 70 مستفيد. كان صراحه مجموعه عباره عن واحد مجموعه ديال الورشات. بالنسبه لليوم التنشيط ديال اليوم كان الا هو بدايه للتنشيط ديالنا، لانه غيكون عندنا ان شاء الله محطات اخرى ومن بينها كذلك شاطئ بحيبح، لانه ماشي هذه هي الزياره الاولى ولا الاخيره اللي غتكون ان شاء الله، ولكن غيكونوا زيارات اخرى لهذا الشاطئ هذا اللي تيعرف صراحه هو شاطئ جميل. شاطئ صراحه تنتفاجئ لانني تنجي انا تقريبا اول مره لهذا الشاطئ هذا، ولكن ما يروج في وسائل التواصل بان شاطئ غير مؤمن، شاطئ غير صراحه غير جميل هادشي، هذا غير صحيح، ولكن هذا اللي من اللي لمسنا اليوم ان شاء الله هو شاطئ تقريبا صراحه هو جميل، يعني مؤمن، يعني يتوفر على واحد المجموعه ديال يعني من طرف السلطات اللي تنجو دابا كما تنشوفوا الاخوان، يعني الدرك الملكي، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، يعني صراحه اللي هو هادشي اللي تيخلي ان صراحه اننا مثلا يعطي واحد الدفعه لهذا الشاطئ هذا. والحمد لله دابا احنا ان شاء الله مقبلين على محطه اخرى اللي هي ديال سيدي كاوكي طافتنا، عاد غادي ان شاء الله نمروا بمحطه ديال الصوره اللي غادي تكون فيها واحد مجموعه ديال الانشطه اخرى اللي هي رياضيه بهذه المناسبه هذه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم اليوم قبل ما نبدا الكلمه ديالي هو خصني نشكر كاع الناس الساهرين على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وبالمناسبه تنقولوا للمنتخب ديالنا مبروك الفوز بكاس افريقيا الاقل من 23 سنه، وهذا راه شرف لنا كبير، وهذا تيبين بانه المغرب ان شاء الله غادي في الخطه ديالو لقدام ان شاء الله، والمستقبل ان شاء الله يكون زاهر. وفي هذه المناسبه حنا قايمين بنفس الخطه، حنا غادي على الخطه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. واليوم البرنامج ديالنا ديال التنشيط الصيفي اللي تنظمو فرع الصويره بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه حط الرحال ديالو بجامعه اقرمود وخصوصا شاطئ البحيبح. واليوم ما هو تقني خدمنا درنا ورشات تدريبيه للاطفال، وقمنا ما هو شويه تقني شويه كتنقولوا شويه ديال لا كورديناسيون شويه ديال لي باس شويه ديال الدري الصغار، ولقينا بانه كاينين شباب وفتيان عندهم مؤهلات زوينه، ونتمنوا الناس انها تكون الالتفاته لهذا الشبان، وخصوصا انهم عندهم المتنفس الوحيد هو الشاطئ، ما كرهناش يكون عندهم تمام لعب وتكون جمعيه تحتضنهم، تكون جمعيه تحتضنهم باش يبرزوا المؤهلات ديالهم ويقوموا ويتدربوا في احسن الظروف. وحنا فرع الصويره راه قايم الواجب ديالنا، حطينا الرحال بالحيبح، المناسبات الاخرى ان شاء الله راني نحطوا الرحال بشواطئ اخرى ان شاء الله، وخصوصا اننا تنحاول نعرفوا بكره القدم الشاطئيه ونشجعوا الشبان عليها ونشجعوا الاطفال عليها، لان كاين واحد الغياب بزاف ديال البطولات في الشاطئ. وحنا الحمد لله قايمين بالدور ديالنا، وتنشكروا الناس للسلطات للناس اللي مدونا يد المساعده وعاونونا باش هذا النشاط ينجح ويمر في احسن الظروف. السلام عليكم. السلام عليكم. سميتي حسن بيضل، كنلعب في مدرسة النجم الساحر ديال كرة القدم. اليوم جابونا لهذا البحر تاع بحيبح اللي هو البحر زوين وكيعجبنا، كل صيف كنمشيو ليه، وكنبغي نشكر السعيد المدرب تاعنا وشكرا. نحن سعداء لاننا في الشاطئ اقرمود، الشاطئ بحيبح اقرمود، واشكروا الفرعيه التي نظمت لنا هذه المبادره الجيده، واتمنى ان تتكرر هذه المبادره، وشكرا. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.